السلام عليكم حبيباتي، وصحة فطوركم؟ كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا غايتم وتشوفوا في هذا الفيديو. جيت اليوم وجبت لكم هذا الفيديو الجديده. قبل ما نبداوها نقول لكم بلي خليت لكم كابتشر فيديو نتاع الانستغرام تاعي اللي دائما راني نشارك معكم فيه ستوريات يوميات بزاف صوالح. وبغيت نقول لكم اليوم ديتكم واحد الجوله لواحد المحل في مدينه جديده كما راكم تشوفوا هنايا طريق الطرام، اللي هو تيمو مود، محلات تيمو. صراحه هذا تما لا بريمير فوا، الخطره الاولى راني نصوره، بغيت نشاركه معاكم. كشغل دخلت غير هكا بشكله عجبني، شفت عنده الغاشي يعني اسعار ملاح عنده، و اون بليس ثاني كي سقسيت لي خدمو تما قالوا لي بلي عنده خدمه توصيل لكاع الولايات، وبزاف يعني بزاف اللي تبعوا قناتي يقولوا لي كل يوم يقولوا لي الا عندكم الا كاين هكا محلات في مدينه جديده ولا يديروا خدمه التوصيل. نقول لكم بلي هذا تيمو مود يدير خدمه التوصيل لكاع الولايات، ديك الحاجه توصلك حتى لباب دارك. مهم، والدفع وكيفاش تدفعوا هاد الصوالح تواصلوا مع يعني مع صفحتهم على الفيسبوك اللي خليتها لكم اللي هي تيمو مود، وخليتكم تاني صفحتهم على الانستغرام اللي هي تيمو مود فاميلي. المهم هذا مع ما يبيعش غير ملابس الاطفال. ماذا بيا تكملوا الفيديو للاخر باسكو فيه بزاف صوالح على بالي بلي كنتو تسقسوني عليهم، وغادي تلقوهم هنايا في هذا الفيديو. وكما كتشوفوا الانستغرام تاعي يظهر من الفوق، ما تنسوش ابونوني فيه، ابونو قناة، فعلوا زر الجرس سيوصلكم اي جديد انحطه. المهم كما راكو تشوفوا عندهم الاحذية تاع يعني تاع اطفال، ذكور اناث، عندهم تاني هادو كل اخرين البليغات وشناق اللي لبسوهم مع جلابة مع بدعيات كما كتشوفوها مالا الاريني. عندهم تاني لي صابو صابويات انتع القيمة، عندهم تاني هاد لي صابو اوتوبيديك. مهم عندهم بزاف صوالح، ونزيدكم تاني على بيها فيديو طويل بصح ماذا بيا تكملوه الاخر باش تشوفوا كاع شا عندهم. وبالنسبه للاسعار غادي تلقوهم في صفحاتهم، باسكو بزاف ما قديتش نصور وزيدوا تما نهار وصايمه كشغل نشغلكم ومدينه جديده الراس حكمني فيها. المهم قلت لكم عندهم مختلف الاحذيه يعني تاع كاع الاعمار، نساء اطفال، وعندهم تاني عندهم تاني ملايات كما تاع القيمه هذوك تاع 900000. عندهم العباءات كاين تاني، كانوا حاطين دي موديل تما دوك تشوفوهم في الفيديو. عندهم فاليزات تاع العرايس، صوالح يعني ملابس تاع الاطفال الرضع يعني حديثي الولاده. عندهم تاني ملابس تاع الاطفال تاع العيد حتى نورمالمون حتى 12 عام ولا 13 عام. وكاين تاني لي غوب كيما كتشوفوا لي غوب تاع الخرجه، عندهم بدعيات بيجامات. عندهم تاني ملابس تاع النساء الحوامل كيما لي بيجاما، شحال من خطره كنتو تسقسوني قلتولي صورينا ملابس يعني لي بيجاما لي بينوار تاع النساء الحوامل وتاني تاع يعني حديث الولاده. عنده صورت لكم، وعنده تاني ملابس داخليه يعني لي بينوار لي نويزات صوالح هكا تاع العرايس. مهم عنده بزاف صوالح، نتمنى تكملوا الفيديو الاخر. المهم كانت هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم، وبرك بغيت ضفت حاجه جديده في قناتي يعني اليوتيوب اللي ما شافوش شحطيت في المنتدى. بزاف لي خلوا لي في التعليقات يقولوا لي حنايا ما عندناش حساب يعني تاع انستغرام، يبغوا يشوفوا كاين اللي راهم يبغوا يشوفوا هكا وصفاتي، يبغوا يشوفوا روتيناتي يوميتي يعني شنحط لي ستوري تاع الانستغرام. بغيت نقول لكم باللي بالنسبه لي ستوري تاع الانستغرام راني يعني لبيت لكم طلبكم، وراني نحطهم في ستوري تاع اليوتيوب، تدخلوا في القناه تاعي ولا في الصوره تاع القناه كي تدخلوا فيها غادي تخرج لكم ستوري. وستوري تاع اليوتيوب ماشي كيما تاع الانستغرام، تاع الانستغرام تقعد 24 ساعه بصح تاع اليوتيوب تقعد 7 ايام. ودائما نحط لكم فيه كي نحط فيديو جديد ولا نبغي نحط حاجه جديده انني نشاركها معكم،
في القناة. المهم كانت هذه هي الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. سمحوا لي طولت عليكم في الهضره. المهم تهلاو في رواحكم. المهم اللي شافت الفيديو مول الفطور نقولها صحه سحورك، واللي شافت الفيديو في النهار نقول لكم صحه فطوركم وصحه شريبتكم. تهلاو في رواحكم، عواشركم مبروكه وسلام.